اكشن. ده سام، شاب مزيكاتي وبيحب يلعب درامز، والحياه بتاعته عباره عن تدمت. والواد عايش في باريس في فرنسا، وروفواغ مغسيم اريون، وبيبقى رايح للمزه ديت عشان المفروض ان في شرايط مزيكا بتاعته عايز ياخدها منه وبتاعه، وبيبان عليه ان هو معجب بيها. ولما بيدخل الحفله بيسلم عليها، بيدخل عليها البوي فريند بتاعها وبيخطفهم من النص، وهو بيفضل قاعد مستنيها كتير. فبيشرب كاس في التاني، بيشوف المهم ان الولع بيسخن وبتاعه، وغيره الرجال بتبدا تبان عليه، وبيروح لها بقول لك ايه بقى خلصيني عشان ما امسكوش اضربه. فاهم الشرايط؟ قالت له بص الشرايط جوه، وايه اهدى على نفسك كده، مش عايزين مشاكل عشان الحفله ما تبص، خلينا يا اسطى نلم منلمين ونتكل على الله. فالواد فعلا بيخش بيتجه على الاوضه، وهو طالع بيبقى في حد جوه، فبيخبط فيه اي مناخيري، بيقعد شويه بيامن على الشرايط بيلاقيها موجوده، فمناخيره بتبدا تنزف شويه وبتاع، فبيريح دماغه على الكرسي كده، اوب بيسرح في النوم، وعينيه بتسرح في النوم جامد، فبيصحى تاني يوم. ولكن لما بيصحى تاني يوم الصبح بيلاقي الدنيا متشقلبه تماما، ومش اي شقلبه، ده بيطلع بره بيلاقي الشقه فاضيه ومتكركبه، وبيبقى فيها على الحيطان دم كتير. فبيمسك طفايه وبيبدا ان هو يتمشى في الشقه يكتشف ايه اللي بيحصل وبتاع، فبيسمع صوت عند باب الشقه، بيقرب منه بيلاقي صاحبته بينادي عليها، بيلاقي بالمنظر اللي انت شايفه دوت، وبتهجم عليه، وبيلاقي صف ناس وراها اللي كانوا في الحفله وكلهم متحولين لزومبي. فطبعا خاف من المنظر وقفل الشقه على نفسه وقعد ينهج بقى، وقال لك بس انا مش عارف اعمل ايه. راح بص من البلكونه كده يامن بره ايه الدنيا، لقى الشارع كله متحول لزومبي، فايه الشغله دي بقى؟ فقال لك بس انا كده تقريبا ايه هفضل محبوس في البيت ده، فاقعد مع نفسي كده شويه افكر اشوف الدنيا هتمشي معايا ازاي. فدخل يفتش في الشقه، بص في هدوم الناس اللي كانت زومبي وبتاع. المهم راح جاي ماسك تليفونه وعرف ان المدينه كلها اتحولت لزومبي، واللي قاعد في البيت يفضل مأمن نفسه وما يخرجش عشان الشارع بقى خطر. وفضل قاعد حزنان بيعيط زي ما انت شايف كده. فحس ان هو زهقان شويه، فطلع على السطح فوق يستكشف الدنيا بتاع، لقى برده الدنيا خربانه في الشارع ومنظر كله طاقه سلبيه وكده. راح جاي نازل قال لك ايه انا ضايع وقتي وانضف الشقه. فنزل بينضف اول غرفه في الشقه وبتاع، فهو بينضف سمع صوت حركه في الشقه اللي تحتيه، فجاي مايل ودنه كده ممكن يبقى حد عايش يتسندوا على بعض بتاع، فلقى مره واحده طلقه طلعت خرمت الارض من تحته. فبيبص لقى الراجل اللي تحتيهم انتحر من الياس، فقال لك بس حتى الراجل العايش اللي كنا هتشوفه هنعمل ايه؟ اه مات. فالدنيا ابتدت تسود في وش اكتر، فبدا ان هو يوسع الحفره اللي مكان الطلقه ونزل تحت يفتش، لقى ان الست مراته برده هي ماتت عشان اتحولت لزومبي، وان هو طبعا لسه منتحر، فكده ايه مفيش حد في الشقه تحت عايش. فغطى وش الراجل وبتاع، وخد البندقيه بتاعته وطلع على السلم يامن لو في حد بتاع، وفضل يتسحب بالراحه لحد ما وصل لباب البيت نفسه تحت، راح جاي قافله خالص عشان لو حب يتحرك في العماره يبقى الدنيا بالنسبه له امان. فطلع البيت خد نفسه شويه، كان جعان، راح جاي مطلع علبه تونه التهمها، وراح جاي مجمع بقى كل الاكل عشان يشوف الدنيا معاها تمشي ازاي، ومجمع شويه سلاح برده معاهم وسكاكين عشان يامن نفسه. وقعد يفتش شويه في الشقه، لقى دولاب فيه مفاتيح، راح جاي مجمعهم كلهم متوقع ان هم مفاتيح الشقق بتوع العماره. فاخد المفاتيح وراح يفتح شقه شقه، اول شقه لقى زومبي، المهم ها قدر ان هو يسيطر عليه وقفل عليه الباب، وراح جاي معلم اكس على الشقه عشان يعرف ان في زومبي جوه وما يجيش هنا تاني. راح جاي داخل على شقه تانيه، دخل برده عشان يلم الاكل ويامن نفسه وبتاع. المهم بالصدفه لقى درامز متغطي، فقال لك بس دي بتاعتي انا اصلا درامر، فايه اخدها معايا في البيت اللي فوق. وقعد يفتش شويه لقى شويه الات موسيقيه تانيه، راح جاي واخدها معاه على السكه وطلع من الشقه. بس وهو طالع لقى ان في زومبي محبوس في الاسانسير وبتاع، فقعد ايه يتكلم معاه شويه كده، معرفش ليه يعني، بس المهم ان هو قاعد يتكلم معاه، بعد كده راح جاي سايبه وماشي. يعني ايه الحكمه ان انت تقعد تتكلم مع زومبي بقى؟ ماشي. وبيجي على الليل وبتاع، المهم ان هو اليوم خلص، فبيحط السماعه في ودنه بقى بيشغل مزيكا وبينام. وبيصحى تاني يوم بيبص من الشباك بيلاقي الوضع كما هو عليه، فبيحس بالياس سيكا، وفي نفس الوقت بيقول ان انا تقريبا هبدا اقعد هنا كتير وبتاع، فابتدى يقلل نسبه الاكل بتاعته لحد ما ربنا يفرجها. والراجل حس بالملل بقى وبتاع، المهم راح جاي مركب الدرامز وقعد يلعب درامز وبتاع، بس الزومبي ابتدى يتجمع تحت الشباك عنده من الصوت، فبيطلع يبص عليهم وبتاع، فبيقلق منهم سيكا، فبيبطل لعب درامز. وبيعدي شهر وسام محبوس في البيت وهو على نفس الحال، بس وهو قاعد ابتدى يشم ريحه وحشه كده وبتاع، فابتدى يفتش في الشقه يمشي ورا الريحه، فعرف ان هم جيرانهم اللي تحت بقى جثتهم عفنت والريحه ابتدت تهب عليه فوق. فنزل لهم تحت كفنهم وبتاع ومش عارف ايه، وبعد كده عمل لهم رسوم الجنازات وكده، وحط الصوره بتاعتهم على السرير بتاعهم، وبدا ان هو يصلي عليهم. وبيعدي فتره برده، ومره وهو نايم الزومبي كلهم بيدخلوا عليه على الاوضه بتاعته، وبعد كده بيكتشف ان ده كان كابوس وهلاوس. ومن هنا بنبدا نفهم بقى ان عقله الباطن ابتدى يسيطر عليه وابتدى ان هو يهيس، فقال لك لا يا عم العقل السليم في الجسم السليم، انا ايه اقضيها شويه رياضه عشان ايه عقلي ما يطيرش مني. وبيبدا فعلا ان هو يجري في الشقه ويعمل شويه رياضه وبتاع، بدل واحده فاهم. فاحس بالملل شويه، راح للزومبي سلم عليه ازيك يا باشا عامل ايه، وبعدها قال لك بدل الملل ده برده انا اقعد العب ببجي، فجاب مسدس اللي هو بتاع طلقات الالوان ده وقعد فاهم ايه يصطاد في الزومبي.
زومبي قدرها ببجي بدل الملل فاهم. فهو بيصطاد فيهم شاف قطه وبتاع فقال لك لا مش هينفع تعيش وسط الكائنات دي انا هنزل اجيبها. فنزل جاب لها علبه تونه عشان يجيبها سكه هي نفضت له بتاع. المهم ان ايه قال لك انا هتمشى وراها احاول اجيبها بنفسي بما ان هي ايه تنكاوي كده. فراح استخبى ورا العربيات هوب زومبي هجم عليه وبتاع دخل من العربيه طلع من الباب الناحيه الثانيه وفضل يجري لحد باب البيت وبعد كده راح جاي قافل على نفسه. فطلع البيت لقى القطه اصلا بتتمشى في وسطهم والقطه اصلا متحوله لزومبي فقال لك انا كنت هضيع عمري عشانك راح جاي اقتلها فاهم. الراجل فاهم خلاص بقى لسع. فبص لقى دم بينقط منه وبتاع قال لك بس انا اتعديت وهتحول. فراح عشان يفتش ويفحص نفسه وبتاع واكتشف ان هو متعور في رجله قال لك بقى بس انا كده ايه اتعديت في رجلي وكده انا اتحولت وهبقى زومبي. فراح جاي مسك البندقيه وقعد فاهم قرر ان هو يقتل نفسه. فقعد شويه قال لك لا يا عم بلاش ايه اموت كافر وبتاع فمش هينفع زومبي اموت كافر مش نافع خالص. فبعد ما رجع فقرر وهو قاعد على الكرسي راح جاي نايم مش حابب يقعد في حته ينام ده. المهم لما سرح في النوم صبعه تقل على الزنات راح جاي طارب طلقه من جنبه. المهم ان هي ما جاتش فيه الحمد لله بس فوقته. وفضل قاعد باصص لنفسه في المرايه والحمد لله اتاكد ان هو ما اتحولش لزومبي فايه فمبسوط تمام الدنيا فل. وبيعدي فتره على هذا الحال لحد ما بيدخل عليه الشتاء وبيضرب عين من الشباك كده بيلاقي ان ما فيش ولا واحد في الشارع وبتاع فقال لك بس شكلهم كلهم ماتوا انا هنزل بقى ابص بص على الدنيا تحت. فنزل قاعد يبص حواليه لقى برده الدنيا فاهم مش كومفورتبل بالنسبه له وفاهم جو رعب راح جاي طالع جري على البيت. فطلع وقف في البلكونه راح جاي فاتح ازازه خمره قاعد يصطبح وبتاع ودخل يلعب شويه درامز تاني فلقى ان الزومبي هجموا عليه تاني. ففضل فرحان بقى وقف في البلكونه قاعد يستفزهم لحد ما كلهم اتكتروا فوق بعض وكانوا هيوصلوا له اصلا. وبيجي عليه الليل وبيكون نايم وبتاع فبيحس بحركه ورا الباب فبيفكر ان في زومبي اخترق الشقه وبتاع واقف مستنيه ورا راح جاي ضارب طلقه من ورا الباب وسمع صوت حد بيعيط. فلما راح بص من الخرم مكان الطلقه لقاها انها بنته مش متحوله بنت عاديه. فراح جاي مدخلها الاوضه وقعد يعالجها ويطلع من جسمها الرصاصه والبنت في الاخر ايه تقريبا بتكون ماتت الله اعلم يعني. فبينام بيصحى بيلاقي البنت قاعده في المطبخ وقاعده بتاكل وبتاع والدنيا تمام معاها. فبيحمد ربنا ان هي لسه عايشه وبتاع عشان فاهم بدل الوحده وبتاع حد يسليه وكمان دي انتهيه ففاهم التسليم من جميع النواحي. فبيقعد بيتكلم معاها وبيتعرف عليها وبنعرف ان اسمها ساره وبنعرف ان هي بتهرب من الزومبي عن طريق الاسطح والحبال والكلام ده. وبتقول له ان في ناس كتير دلوقتي بتهرب من الزومبي بنفس الطريقه وبتاع والدنيا بره ايه تمام بس مش مع كل الناس بس في ناس كتير بتبقى عايشه ومستخدمه المنهج ده. فبيقول لها بما انك انت عسل كده بقى تعالي اعرفك على صاحبي. راح جاي واخدها على سنسير معرفها على صاحبه الزومبي فاهم. فدخل مساء الخير اهلا. وبيعيشوا مع بعض فتره بيسلوا بعض والدنيا جميله وبتاع لحد ما في يوم ابتدى يكتشف ان الاكل بتاعه ابتدى يقل. فقال لك بس انا كده الكلام ده مش هينفع فانا هنزل بقى ادور لنا على اكل. فنزل على الشقه اللي كان معلمها اللي كان فيها زومبي جوه وبتاع فتح فتحه من الباب من الخرم ديب ديب بقى قتل الناس جاب الاكل اللي جوه كله وطلع ما لقاش ساره. فقعد يدور عليها لقاها قاعده فوق السطح. فقال لها انت بتعملي ايه؟ قالت له بشوف بقى ايه مخرج بحيث ان احنا نعرف نتحرك وبتاع. فقال لها تعالي ناكل الاول وبعد كده نشوف الموضوع ده بعدين. قالت له لا احنا لازم نشوف مخرج عشان لو فضلنا كده كتير يا اما بص هيجي لك حاله جنون يا اما في الاخر هتمسك بندقيه وتقتل نفسك. فهي حاجه سابه وماشيه. فقعد في السطح فضل يدرب الكلام في دماغه شويه لقى ان عندها حق فنزل لها عشان يتكلم معاها ومن هنا تاتي الصدمه بيكتشف ان هي اصلا ميته من بدري وكل اللي حصل دوت كان مجرد وهم في وهم وخياله ابتدى يصطنع الحكايه ديت من كتر الوحده. فراح جاي قاعد عمل لها المراسم بتاعت الجنازه وبتاع ومش عارف ايه وبعد كده قال لك انا مش هقعد في البيت ده ثانيه واحده تاني لان اكتر من كده فعلا علي هيطير مني. راح جاي مولع في الشرايط بتاعته كلها عشان ما يبقاش ليه ولا ذكرى وطلع بره وفتح الباب للزومبي اللي محبوس في الاسانسير ومن هنا اللقطه ان الزومبي اللي محبوس في الاسانسير ما عملوش حاجه اصلا. المهم وهو في طرقه البيت بره بعد كده جرس الحريق بيشتغل عشان الشرايط اللي بتولع جوه فالزومبي كله بيجي على الصوت وبيبدا يهجم على الشقه. فبيبدا ان هو يجري منهم وبتاع لحد ما في الاخر بيستخبى في الاسانسير وبيقدر ان هو يطلع من فتحه الاسانسير فوق وبيخش البيت بتاعه. ولما بيخش بيلاقي ان في زومبي كتير موجود فهو بيبقى ماشي ما بينهم بالراحه عشان ما حدش يحس بيه وبيفضل يتسحب بالراحه ما بينهم لحد ما في الاخر بيطلع على السطح. راح جاي رابط نفسه بالحبل وقال لك انا هعمل فيها سبايدر مان والديب بيلبس في الحيطه وبيغمى عليه. فبيقف متعلق مغمى عليه في الهواء شويه لحد ما في الاخر بيفوق وبيفضل يعافر وبيطلع فوق سطح المبنى اللي هو عليه. ولما بيطلع فوق بيبدا يسمع صوت ناس وهي بتتكلم مع بعض من فوق الاسطح وبتاع فبيبدا يبتسم يقول لك بس ايه في امل تاني في الحياه اهوت. وطالما في امل في الحياه فمعنى كده ان احنا نزور لك كتير فمعنى كده ان احنا نزور لك كتير فاضطر ان نقول لك اعمل لايك سبسكرايب اتفرج على اللي فات فعل زر الجرس استنانا في اللي جاي بتاع اللي فاهم الشويتين بتوع كل مره دول. وبرده كل مره هاجي في الاخر واقول لك كات. الفيديو ده على ورقه وقلم احمد فارس وحنجره احمد فارس بتاع سيكولوجي بالعربي انا اهو ونشوفكم في فيديو جديد. سلام.